القرآن الكريم من الجزائر. قدرها 6060 كيلو هرتز. من 7 مساء إلى 9 بتوقيت الجزائر، 6 إلى 8 بتوقيت غرينيتش على الموجة 41 متر بذبذبة قدرها 7375 كيلو هرتز. من 9 مساء إلى 11 ليلا بتوقيت الجزائر، 18 بتوقيت غرينيتش على الموجة 49 متر بذبذبة قدرها 5940 كيلو هرتز. وإلى مالي وموريتانيا وعموم أفريقيا الغربية، من 3:00 صباحا بتوقيت الجزائر، 5:00 بتوقيت غرينيتش على الموجة 49 متر بذبذبة قدرها 6105 كيلو هرتز. ومن 8 مساء إلى منتصف الليل بتوقيت الجزائر، 7:11 ليلا بتوقيت غرينيتش على الموجة 49 متر بذبذبة قدرها 5905 كيلو هرتز.